في سابقة لم يكن لها وجود من ذي قبل تحت هاشتاغ اقعدوا فيها، حيث روجت مواقع إلكترونية لدفع الشباب الليبي إلى الهاوية واللجوء إلى الهجرة غير القانونية كحل أخير من المآسي التي يعانون منها في البلاد. واعتبر البعض أن هذه الدعوات ليست عشوائية وإنما هي منظمة ومتعمدة، وذلك لسببين أساسيين، أحدهما لضرب الجيش الوطني وتهديد سمعته في مكافحة الهجرة غير القانونية والتي لطالما أشاد بها العالم. أما السبب الثاني هو لقطع الطريق على الجهود اليونانية الضخمة الساعية لتوطيد علاقات مجلس النواب والحكومة الليبية مع بعض الدول الأوروبية من جهة، وخلق توتر بين اليونان وليبيا من جهة أخرى. هذوما حاصلينها فرصة اللي هي اللي استغلوا في الوضع المعيشي بالأفكار هذه، الخوض قارب بالفين جنيه عن طريق مش عارف جليانة عن طريق زوارة أنك تنو تطلع برا، بيش أنت تطيح في السفر الغفر السواحل اليوناني يضربك في البحر بشنو تضرب العلاقات بينك وبين اليونان، فهمته بيش تقطع العلاقات لأن اليونان مصبية معنا سياسيا وعسكريا ولوجستيا، فهمت. وأفادت مصادر صحفية أن تركيا هي من وراء مثل هذه الدعوات، وذلك بطبيعة الحال لمآرب غير شرعية كما اعتدنا. وأوضحت ذات المصادر أن المناطق الخاضعة للجيش الوطني لم يفتح الشواطئ للاسترزاق والجريمة كما تفعل ميليشيا صخيرات، كما أنه لم يستغل طموح الشباب وكوارثهم للمتاجرة بها لمكاسب دبلوماسية وسياسية ضيقة. وأشار بعض النخب إلى ضرورة الحاجة لحملات توعوية توضح للشباب الليبي مخاطر وعواقب الهجرة غير القانونية وأن ما ينتظرهم هو الجحيم، علاوة عن ضرورة التصدي لأي عصابة تحاول التحرك على الأرض لتنظيم رحلات غير شرعية في ليبيا. طبعا الهجرة هذه الغير شرعية هذه اسم على مسمى، طبعا هي غير شرعية، فهي طبعا أول حاجة عترد على البلاد بالعب السلبي، لأن طبعا الشباب اللي كانوا هنا بيعد وغادي والبلاد طبعا تقل من الشباب نتاعها، ما عادش فيه حتى كيف ما تقول انتاج من الشباب انه طبعا يخدموا ويشتغلوا وكذا هني. لكن الكلام هذا طبعا اللي هو طبعا صير طبعا من الاخوان يدعموا فيهم طبعا ويخلوا فيهم الهجره غير شرعيه وباش يسبب حتى العلاقات بينه وبين حتى الدول الثانيه. وفي نهايه المطاف من الجدير ان الليبيين لا ينسوا ان ملف الهجره غير القانونيه وملف امني وسياسي واقتصادي ضخم، وأن أعداؤنا كثر، ولا يخفى على أحد أن فتح أبواب الهجرة من الشرق سيكون في المقام الأول وفي صالح ميليشيا تجار البشر في الغرب وحكومة الصخيرات وعصابة التهريب في جنوب المتوسط. علي الفايدي، ليبيا الحدث.